وفي سياق متصل عبر لاعبو نادي الكويت الكويتي عن عدم رضاهم بما قدموه من مستوى أمام نادي الكهرباء خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة الأولى من مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والتي انتهت بالتعادل السلبي. الرحمن الرحيم، طبعا تعادل مو نتيجة مرضية ولا هو طموح نادي الكويت، لكن المباراة كانت جيدة من الفريقين، يمكن شوط بشوط. فريق الكهرباء مثل ما كنا حاسبين الأحساب فريق منظم، وانعكس الشيء على أرضية الملعب. نطوي صفحة هذه المباراة، والكل عارف البدايات الأولى بالجولة الأولى من أي بطولة تكون صعبة على أي فريق بالعالم، وأرد أقول لك نطوي هالصفحة إن شاء الله ونركز على أخطائنا عشان تطور فيها أكثر، عفوا عشان نعدلها ونتطور للأفضل، والقادم أفضل إن شاء الله.